بكم مشاهدينا في برنامج مع الشباب في حلقتنا لليوم رح نحكي عن الرجل والمرأة في المجتمع الفلسطيني ومقارنة لأدوارهم المجتمعية بين الماضي والحاضر كمان رح نحكي عن آليات التربية والفروقات اللي بتعرض إلها الذكور والإناث داخل الأسرة الواحدة ومع جمهورنا في الاستوديو رح نحاول الإجابة على تساؤل تغيير نمط الحياة هل أدى ذلك بدوره لتبادل الأدوار بين الجنسين أهلا وسهلا في الجميع كونوا معنا اهلا وسهلا فيكم جميعا الادوار المجتمعيه للمراه والرجل لامست تغيير واضح ما بين الزمن الماضي والزمن الحاضر زمان المراه كان دورها بيقتصر على انجاب الاطفال التربيه وعلى الاعمال المنزليه اليوم بنشوف انه المراه دورها كثير اختلف بالمجتمع خلينا نحكي عن التغيير ما بين الماضي والحاضر وشو رايكم بهذا التغيير نبدا معك تالا أه الله يسعدك بداية التغيير بالزمانات مثلا كنا نلاحظ إنه أمهاتنا مثلا ما كانوا بيشتغلوا أو ما كانوا بيسعوا وراء الشغل لأنه كانت البيئة المجتمعية المحيطة فيهم ما بتشجع على الشغل اليوم بنشوف سيدات لا بيشتغلوا وقياديات وفي مناصب كتير عالية مثلا إحنا بالزمنات يعني مثلا أصح أمي ما صح لها فرصة إنها تشتغل بس مثلا خالتي وأكثر من وحدة فيهم أكثر خالي إلي أكثر من خالي يعني كلهم بيشتغلوا فهذا الإشي كتير حلو و بيعكس انه قديش احنا تغيرنا ما بين الزمانات لحد هسه بتحسي هاي الفرصه اللي ما حصلت عليها والدتك بتحاول انه آه تعطيها لابنائها او لبناتها تحديدا انه لازم تشتغلوا وتتعلموا اه كثير والامان كثير بتشجعنا على هذا الشيء تمام خلينا نسمع راي عبد الرحمن يعطيك العافيه آه طبعا بداية الجيل القديم آه بيختلف كثير عن الجيل الحالي لأن الجيل القديم آه بيقتصر على تربية الأطفال تمام زي ما حكيتي بس في كل جيل في له طريقة ينعاشها زمان ما كان في الشغل اللي, هسه موجود زمان يعني حتى بكت الحارات بكت صغيرة ما في ما في مجال تطلع المرأة تشتغل يعني بكت بس مقتصرة على أطفالها وداخل البيت يعني أما هسه اختلف الجيل يعني فبتطلب مرحلة جديدة و والمرأة يكون لها دور أكبر في يعني بتطلب ايدي عامله غير عن الشباب عشان طيب انت برايك انه هذا التغيير هو شيء ايجابي ولا شيء سلبي على المجتمع؟ هسا هو ايجابي بس ضمن المعقول يعني انه المفروض كيف يعني ضمن المعقول؟ يعني في واجبات على المرأة المفروض انها هي يعني اه تلبيها يعني الاطفال مش سهل انك مثلا خلص تحطهم في في روضات وتنسين في روضات بتخرب يعني بتحصر دور المراه بتربيه الابناء مين بحب يشارك هون ويشوف يعني يجاوب على هاي النقطه تحديدا تفضلي نادين نادين بصراحة أنا مش معك بالحكي أبداً لأنه الروضات هي أساساً إلها كتير فوائد على الابناء على تربيتهم يعني الاطفال يعني نحن بنعرف انه نح, الانسان هو كائن اجتماعي فالاطفال لما تحطهم بروضات هيك ببلشوا يبنوا تواصلهم مع مع الجيل اللي قدهم فانت هيك بتشجع معرفتهم انت هيك بتشجعهم يحكوا بتشجعهم يلعبوا فابدا الروضات مش سبب ان المراه ما تطلع تشتغل وانا بشوف انه المراه طلعتها بانها تشتغل خلى شخصيتها تختلف خلى احتياجاتها تختلف خلاها تطلع وتحكي صوتها تحكي معاناتها فخلاها اقوى بمجتمعها وكمان هو مش بس له فائده عليها هي كمان فائده على مجتمعها وفائده على بيتها يعني المراه اللي طلع تشتغل كان عندها صدى صوت انها تطلع تحكي عن معاناتها جوا البيت وعن كيف تحارب لبيتها كيف تحمي اولادها كيف تتعامل مع مجتمعها طمع. نادين شكرا لك من النقطه اللي بتحكي فيها نادين خلينا نروح لموضوع بما انك عبد الرحمن بتقول انه المراه بتقتصر على الانجاب وتربيه الابناء ليش ما يكون دور الرجل كمان له مساهمه ومساعده لزوجته في تربيه الابناء بالاعمال المنزليه نسمع راي سنابل يعني بدايه بما ان الموضوع تشاركي الزواج هي عباره عن حلقة حلقة تشاركية بين رجل ومرأة وهم الاثنين بيبدوا فيها وبيأسسوها مع بعض بالبداية فبما انه احنا بنبلش بحياة تشاركية فالمفروض انه فعليا يكون في مساواة وفي تشارك بكل اشي وانا صراحة مع انه المرأة تشتغل وكمان تساعد بمصروف بيت وبكل ما الى ذلك اذا كانت الحجة هي انه انا بصرف وانت بتربي او انا بصرف وانت طب بتربي شو رأيك بانه الرجل يساعد زوجته بالاعمال المنزلية تماما هذا الموضوع يعني بص... الإشي تشاركي فأكيد المفروض طالما إحنا بلشنا إشي تشاركي اه إنه نتشارك بكل إشي حتى الأعمال المنزلية يعني بصفي الموضوع مش عيب قد ما هو الموضوع واجب عليك كحدا شاركت هاي المرأة حياتها شكرا لك سنابل احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي من فترة انتشر فيديو لشاب في احدى الدول العربية بيعمل اكل لابنه في سهرة او في جامعة شبابية هذا الفيديو كان في عليه ردود فعل كثيرة منها ردود فعل سلبية وكانت ضد هاي الفكره وبتتنمر على هذا الشاب وفي ناس كانت مع هاي الفكره، فخلينا نسمع رايكم بانه احمد بحب اسمع رايك الرجل يساعد زوجته في الاعمال المنزليه، مسؤول عن مثلا اطعام ابنائه، كمان في رجال بتساعد في شغل البيت داخل البيت بس ما بتحب انه الجيران او العيله تعرف بهذا الموضوع. تمام آه هو لا شك انه عبر العصور انه كان ينعاني المراه الفلسطينيه في البدايه الى انه كان في تحيز لان المراه هي فقط المسؤوله يعني عن المنزل يعني هي ربة المنزل مم. فهي بالتالي مسؤوله عن جميع الاعمال المتعلقه بالمنزل سواء من اطعام الاطفال آه ترتيب المنزل آه آه الطبيخ الى غيره آه وهذا كان بسبب عوائق آه تعرضت لها المراه خلال العصور وهي طبعا زي العائق الاول هو عائق العادات والتقاليد المجتمع اللي حصرت المرأة على أنه كون المرأة آه بعد الزواج هي محصورة فقط في الأعمال المنزلية ولا ما في عندها آه مشاركة في أعمال خارج المنزل <applause> فبالعكس أنا بشوف أن مشاركة الرجل في الأعمال الأخرى زي العناية بالأطفال من الواجبات الأساسية كون أن حياة الزواج هي حياة تشاركية بين الرجل والمرأة. فبالعكس انه قيام الرجل آه بالمشاركه في الاعمال المنزليه مثل الحاله اللي حكيتيها انه اطعام الطفل آه فهي بالعكس انه بتزيد التشجيع في النمو الاسري آه وبتساهم ايضا في انه المجتمع يصبح, يصبح قادر على انه بتفهم طب احمد انت شو بتعمل بالبيت؟ آه انا على سبيل المثال من الاشخاص اللي تعودت على مر السنين من طبعا من الوالد او الوالده على ان اقوم بالاعمال المنزليه فاحنا مم. تعلمنا انه لا احنا المشاركه ما بتقتصر فقط على الاناث وانما ايضا على الذكوره فيجب فيجب علي كون انا ذاكر اقوم بالاعمال المنزليه حتى مثلا الطبيخ ممكن في بعض حالات ممكن الانثى بالبيت تكون مشغوله في شيء فممكن ان اساهم ايضا في انه تنظيف مثلا المطبخ الى اخره فبالعكس انا بشوف انه مشاركه الرجل آه مهمه مهم جدا وشيء ضروري جدا من اساسيه الحياه كون ايضا الزواج ككل هي ايش حياة تشاركيه نعم شكرا احمد مين بحب يشارك كمان تفضلي بحس بهاي الناحيه شوي في ضغط على الرجل من ناحيه معينه اللي هو في فئه بتحكي له يكون تشاركي يكون مساعد وكذا وفي فئه ثانيه من المجتمع بتوصم هذا الرجل لما يتعامل بهاي الطريقه فصف الرجل بحيره من أمره أنه هل أنا أكون عن جد هيك أو رح أن, و... أن يعني يصير علي وصمة بالمجتمع إذا عن جد كنت هيك فهو كتير أثر على نفسية الرجل وعلى كيف بيفكر تمام، خلينا ننتقل لموضوع ثاني نحكي عن المشاركة في تربية الأبناء، نحكي عن إنه دور المرأة لا يقتصر فقط على التربية، كمان الأبناء مسؤولية الأب والأم معاً، ومين فيكم بشوف إنه بالبيت ممكن تكون والدته أو والده بطريقة غير مباشرة هم السبب بوجود فروقات ما بين الذكر والأنثى؟ خلينا نسمع رأيك دينا. يسعد مساكم جميعا بداية اسمي دينا براغيثي بداية بدنا نأكد على دور المرأة والرجل في الحياة الاجتماعية وفي الأسرة وبرضه بسوق العمل فالرجل والمرأة لازم يكونوا حتى بالبيت إنهم ما يبينوا إنه في فروقات بين الرجل والمرأة يعني بيقدر الأب نفسه أو الأم نفسها ما تبين في فرق بين الأطفال مثلا أنت وأختك نفس الإشي يعني الحقوق اللي لك لأختك برضو يكون في عدل في التعليم في المصاريف بكل شيء بس برايك ممكن الام او الاب احيانا بطريقه التربيه او التعامل مع ابنائهم يكونوا سبب بوجود فروقات بين الابناء صحيح في بعض او, الأسر أو مثلا نحكي انهم يغذوا يزيدوا من شعور الذكر تحديدا بالغريزه الذكوريه تجاه اخته في البيت صحيح في بعض الاسر بتكون البنت هي المسؤوله عن انها تراعي ظروف الولد نفسه وانها هي تراعي احتياجاته وهذا الاشي كتير غلط يعني لازم الاثنين يتشاركوا يعني عشان بالمستقبل برضه يعامل أسرته نفس الإشي مرتي بهاي التجربه في البيت لا لا الحمد لله طيب خلينا نحكي عن مشاركه المراه بدخل البيت او بالمصروف اثير بحب اسمع رايك شو رايك بانه المراه العامله ممكن تكون هي في بعض المنازل ما بدي اعمم مجبوره انه تشارك راتبها مع زوجها او انه في سيدات كمان مثلا بتكون بطاقه الصراف الالي موجوده مع زوجها او هي ممكن تاخذ قرض على اسمها شو رايك بانه المشاركه ما بدي احكي الطالعة من من داخل الست أو من من مشاركة يعني طوعية ولكن المشاركة الإجبارية. يسعد مساكم جميعا، أول إشي أنا ضد إنه تكون مشاركة إجبارية، إيه مثل ما في على الرجل حقوق للمرأة في حقوق، يعني الرجل في له حقوق إنه يصرف على بيته، على زوجته، على أولاده، المرأة بتكون هي من عندها تطوعية، بتكون متفاهمين مع بعض، يعني إشي حلو إنه المرأة تساعد زوجها بالمصروف، براتبها الشخصي هيك بتدعم أكثر بيعطوا حياة متفاهمة مع أولادهم كمان خلينا نحكي إنه بيكون إشي حلو بتساعد الجميع على هذه البنية بس إشي إجباري لا ضد هذا الإشي بيكون في يعني أزواج متفا مش متفاهمين على راتبهم إنه كيف يصرفوه <applause> في يكون للنساء احتياجات خاصة لهم يعني من راتبهم الشخصي يكون أحسن طب الست الغير عاملة وضع احتياجاتها الشخصية كيف كيف لازم تحصل عليه؟ خلينا نسمع رأيك مرحبا أنا اسمي هناء شاهين أنا طبعا مع الرجل أنه يصرف على المرأة لأنها هي بتشتغل شغل تاني طبعا في البيت على أولاده عليه فبصفي شغل تاني عليها طيب انت مع انه هو يصرف على المراه سواء كانت زوجته عامله او غير عامله اكيد تمام شكرا لك نرجع عندك عبد الرحمن خلينا ناخذ رايك بالمراه العامله والشاب اللي مثلا بيكون احد شروط الزواج بالنسبه له لما بده يدور على عروس او على على صبيه يخطبها انها لازم تكون موظفه صحيح يعني انا بالنسبه لي تجربتي الشخصيه ان انا بحثت عن شريكه حياه تكون عامله يعني شو السبب؟ اول شيء يعني حلو تكون الحياه تشاركية تمام بس آه. بالدرجه الاولى ما يعتمد على شغل مرته الشاب لانه هو وظيفته انه يلبي احتياجات الاسره ويصرف و على مرته مم. تمام بس راتب مرته راح يكون يعني هي احتياجاتها هي او دخل احتياطي بيكون في حال يعني تعثرت في حال مثلا الزوج صار معه مرض لا سمح الله صار معه مشكله صار معه اصابه عمل يكون في حدا شريك طب يقدر انا عندي يسعر. سؤال زوجتك مستقبلا بدها تترك الوظيفه ايش راح يكون رايك الامر برجالها لها يعني بالنهايه ما بقيدها راح تحترم هاش. وجهه نظرها آه، أكيد. تمام شكرا إلك احنا راح نكمل في نقاشنا بس خلينا نطلع فاصل قصير بالرغم مشاهدينا من دخول المرأة بالعديد من مجالات الحياة المختلفة إلا أنها لا زالت تشعر بالنقص وعدم المساواة جنبا إلى جنب لجانب الرجل، أيضا في عندي نسبة حصلت عليها من جهاز الإحصاء المركزي، النسبة بتقول أنه ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 1.1% عن العام السابق، على الرغم من أنه الرجال أربع أضعاف هذه النسبة، شو رأيك في الموضوع دينا؟ صحيح بحب انوه انه قانون العمل الفلسطيني كثير راعي المراه العامله فهو في قوانين خاصه مثلا القانون الماده رقم 100 هي اكدت انه ممنوع التمييز بين الرجل والمراه <applause> برضه الماده 101 اللي هي اكدت على حق المراه في اجازات الامومه والرضاعه فهيك انه المراه بتقدر تراعي بين امور المنزل وامور العمل برضه انها ما بتقدر تترك شغلها بمجرد انها كانت بدها تولد او بدها يعني في ولاده وكمان بنوه على انه قانون العمل اكد على حقوقها مثلا منع انه المراه الحامل تشتغل في الاماكن اللي فيها ضرر إلها او برضه المراه بتختلف طبيعه شغلها عن طبيعه شغل الرجل صحيح ولكن على الرغم من هيك لسه بنشوف انه النسبه قليله يعني احنا بنحكي عن واحد للنساء مقابل اربع اضعاف للذكور شو رايك بالموضوع أه مساء الخير للجميع اسمي ماريا أه دور المرأة ووضع المرأة صار أحسن بكتير من قبل بس برضو إحنا بمجتمع ممكن هو اللي بيعمل هيك هو اللي بيخليها تحس هيك هي وضعها كتير تحسن من قبل والكل بلاحظ هذا الإشي بس برضو مجتمعنا أو عادات كل منطقة وكل بلد نقدر نحكي هي اللي بتعمل هذا النقص أو بتخليها يشعر هذا الإشي تمام برأيكم إيش ممكن يكون الحل شو رأيك نسمع رأيك هنا مسألة إيه مساء الخير للجميع اسمي ياسمين بس ممكن توضحي لي السؤال اكثر طيب احنا بنحكي انه مشاركه المراه مقارنه بالرجل في العديد من المجالات الحياه المختلفه هي اقل هذا الإشي بخلي المراه تشعر بعدم المساواه بالنقص كيف ممكن انه المراه تتغلب على هاي العقبه وتثبت دورها ونفسها في المجتمع اكثر هسا في اعمال بتقدر المراه تكون فيها مش زي الزلمه يعني مثلا الزلمه في اعمال بدها يعني جهد وبدها طاقة أكثر من المرة يعني المرة يمكن تقتصر أعمالها على موظفة سكرتيرة طبيبة ممرضة بس في أعمال بدها جهد وهذا الجهد يمكن يكون متوفر للزلمة مش لعند عند المرة يعني ما يكون متوفر في المرة طيب ويمكن تلاقي الحل انها عادي تثبت حالها من هي شو بدها يعني تحقق اهدافها تختار شو بدها بتثبت حالها من هي يعني شو بتحب طيب مين عكس ياسمين لانه بنشوف في دول تانية وفي دول اوروبيه تحديدا انه المراه بتقوم بنفس الاعمال بقوم فيها الرجل وبنشوف سيدات بيشتغلوا باعمال مش مخصصه فقط للرجال بنشوف سيدات بتقود طياره وبتشتغل ميكانيك وبتشتغل بالدهان مين بحب يشارك تفضلي يعني هون بحس انه احنا عززنا المفهوم الجندري البحث اللي هو بيعطي ادوار للرجل وادوار للمراه اللي احنا بالاساس بنحارب هاي الافكار الجندريه اللي بتحكي انه ممنوع مثلا او ما بصير الست مثلا تكون ميكانيكي طب انه بغض النظر عن شو بنيتها الجسديه وشو بتحكي شو بتحكي الابحاث بس مش مش المفروض منا انه نمنع او نحصر هاي هاي الادوار سنابل تفضلي نادين نديم بصراحة من وجهة نظري هو الموضوع بتعلق بالحق بالاختيار للمرأة إذا هي حابة تشتغل بأي مكان بعطي جهد أو لا فمن وجهة نظري أنا بشوف لما المرأة هي بتحب تطلع تشتغل مثلا بالبناء أو هي حابة تشتغل بمكان عمل اللي بتطلب طاقة جسدية أو قوة جسدية أنا بشوف مثلا في رجال ما عندهم القدرة الجسدية مثلا زي بعض النساء وهذا برجع لحقها أو حقها بالاختيار هي وين حابة تكون وين شغفها بالحياة اللي تكونه ومن وجهة نظري إنه المرأة اللي بتقدر تكون طبيبة وبتقدر تعمل عمليات جراحية بتطلب جهد تفكير كتير كبير هي قادرة تعمل أي إشي بالحياة فإنه نعطيها الحق بالاختيار مش نقولها إيه أنت ما بتقدري هون بس عشان هي مرأة يعني هون لما ف... نحكي إنه المجتمع والعادات والتقاليد مش لازم تقيد أبدا المرأة بإنه تختار المهنة اللي هي بتحب تعملها إيش ما يكون نوعها أحمد بدي أسألك إذا كانت مديرتك بالشغل أو بالمؤسسة ست أنثى أصغر منك بالعمر تتقبل هذا الإشي؟ <applause> نعم شيء طبيعي العمل ما بداية هو اللي العمل ما بيتم تحديده لانه انه اذا انا اكبر سنا فانا افضل بالعكس ممكن في بعض كثير من الحالات اشخاص بيكونوا اصغر سنا عندهم قدره وقدره علميه كافيه انه بتخولهم انهم يكونوا احسن من الذكور في بعض المجالات الحياه <applause> فانا من الناس المع انه يكون هناك خطه تنمويه بتعنى بالنساء آه حتى تتمكن آه النساء في بعض اماكن آه العمل انها تكون آه لها سلطه وقدره آه فبالتالي انا ما انا ضد التحيز انه الرجال يكونوا آه لهم المناصب العليا وانه يكون إنه, انه نقوم بحصر النساء في المشاريع الصغيره والمشاريع المتوسطه بالعكس في كثير من النساء القادرات اللي عندهم القدرة الفكرية والثقافية إنهم يكونوا على جهد أكثر من الرجال يعني أنت بتتقبل تكون مديرتك سيدة طيب نسمع رأيك كثير. شو رأيك بموضوع المديرة في المؤسسات اللي بترأس مجموعة من الشباب ممكن هذا الإشي يخليها تتعرض لبعض الصعوبات هلا في هذه المجتمعات في بصير انتقاد كبير للمرأة إنها تكون منصب عالي عالي فمثل يعني أنا بالعكس مع المرأة تقود مناصب كبيرة مثل الرجل بس بعدين نحن بنمشي المرأة حسب ظروفها مرات بتشتغل المرأة حسب الظرف اللي هي عاشته فالظرف اللي بيسمح لها فيه بتقدر تقوده أكثر عمل لها شكرا لك، طيب خلينا نحكي عن التغيير الحاصل على عقليه المراه من خلال التعليم ومن خلال انه هي صارت مثلا بنشوف السيدات الان بتسافر، بتاخذ مناصب مهمه، هذا كلياته عمل تغيير في عقليه المراه وايضا في عقليه الرجل، كيف بتشوفوا هذا الموضوع؟ بحب اسمع رايك. آه بخصوص هذا الموضوع لا الصراحه شفنا انه العقليه تطورت كثير عن زمان آه فبتلاقوا كثير النساء مثلا بيشتغلوا في اكثر من مجال وهذا الشيء ايجابي، هذا بدل انه احنا نوعا ما اخترنا خطوه لقدام بانه آه ننفتح اكثر على العالم وانها توصل المراه لمجالات ومناصب معينه. دينا بحب اكد على انه المراه من لما صار في تطور بالتفكير صارت المراه تتعلم تطلع تدرس بالجامعات تسافر فهذا الإشي خلى المراه تتميز بالقوه وهذا الإشي اللي بدنا اياه بالمجتمع يعني هي بتقود مناصب قياديه صارت صار لها حق تقريبا في عدل بينها وبين الرجل في مجتمعنا الفلسطيني طب مين فيكم بالبيت ممكن تجيها فرصه عمل خارج البلد اهلها يسمحوا لها انه تسافر لحالها او يمنعوها انها تسافر تفضلي بصراحة أنا أهلي بتميزوا بأنهم داعمين فأي وجه أي مكان بطلع لي فيه فرصة ممكن تقدمني ممكن تطورني فهم بالعكس بدعموني وبخلوني أطلع و... وأشتغل و... وأدرس كمان المهم أنه أنا أكون راضية وأكون عم بشتغل على حالي وعم بطور بحالي فكتير ممتنة بأنه أهلي كانوا داعمين لحتى أطور حالي وأدعم حالي حلو كل الاحترام عبد الرحمن شو رايك تسمح لاختك او لزوجتك تسافر لحالها لا انا ضد يعني هاي الفكره لأن الدول اللي برا غير عنا احنا احنا لما شب بيسافر برا بكون خايف من الغربه الغربه يعني كثير صعبه بيبقى خايف يعني هو شب وقادر يعني يدبر حاله مثلا هناك بيقدر يختلط مع الناس الموجودين بس لما تكون بنت رايحه لحالها على دولة غريبة ما ما بتعرف الحياة فيها ممكن تتعرض لتحرش مثلا في الشارع ممكن اي اشي يهدد حياتها هناك فانا ما, ما مع انه الموضوع بيعتمد على الثقة يعني مثلا ممكن يكون انت عندك ثقة ماشي حتى أختك أنا ثقتي اختك بشخصيتها ما له علاقة ماشي ثقتي فيها اكيد يعني فيش فيها شك بس الـ الـ الشارع اللي هناك هو اللي اللي بيعتمد يعني هو بالدرجة الأولى مين بحب يرد على عبد الرحمن؟ تفضلي بحس انه أنا يمكن كمان بخاف على اخوي يطلع برا مثلا ليه ما انا امنعه؟ ليه هو يمنعني؟ لا لا اطلب اطلب اصلا راي شخص معين باني بدي اسافر بس بالمقابل هو ما بيطلب رايي لما بده يسافر. فبصفي الموضوع بده شوي تفكير وعمق بالتفكير، ليه انا اطلب منك انت ما بتطلب مني؟ حلو، مين بحب يعطي مشاركه اخيره؟ تفضلي تالا. بس انا بدي احكي عن شغله انه المسؤوليه والثقه اللي بتنعطى من الاهل لابنائهم كثير مهمه يعني في فتره من الفترات انا اجيت على الله واحنا في تول كرم محافظين <applause> تمام فاهلي اعطوني نوع من المسؤوليه انه لما اجي على رام الله اكون قد الثقه وقد المسؤوليه وفعلا يعني انا رجعت على تول كرم بس فتته كنت قد المسؤوليه ورغم انه يعني بنظر اهلي تعتبر غربه لانه بالنهايه انا بدي اكون في مكان ثاني حلو. مش بنفس البيت. أكيد طبعًا يعني بالآخر المسؤولية إشي كتير كبير الأبناء لازم يكونوا على قد أو على قدر من المسؤولية فبالختام بحب أشكر وجودكم طبعًا المرأة والرجل في مجتمعنا الفلسطيني هي عبارة عن حالة جدلية وممكن إنه المرأة بحاجة للكثير من الدعم في مجتمعنا الفلسطيني ولكن ما بننكر انه ايضا المراه الفلسطينيه اثبتت نفسها واثبتت وجودها في العديد من المحافل والعديد من الاماكن كل الاحترام للمراه الفلسطينيه وايضا ما بدنا ننكر انه المراه الفلسطينيه قدمت للوطن تحيه لاسيراتنا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من برنامج مع الشباب كونوا معنا في حلقات جديده الى اللقاء